انه علاله يكون في حاله جيده، حاله بسيكولوجيه وبدنيه جيده تسمح له انه يمر الى الدور القادم ان شاء الله. 6 نقاط كفارق لصالح علاله، اتمنى انه يواصل على هذه الطريقه الذكيه والجيده لحد الان، ما يغمرش كثير، يخلي الخصم ياخذ المبادره، ولكن ردود فعل تاعه كانت ناجحه 100% لحد الان. شوف يخلي الخصم يتخذ المبادره، يربح الوقت، يربح الجهد ايضا، ما ينفقش كل جهده. وتنتهي الجولة الثالثة بفوز علالو بفارق 6 نقاط، 11-5 لحد الآن. ممتاز محمد علالو في 3 جولات الأولى، هذه طريقة ذكية ومحكمة، وكأنه يعرف خصمه جيدا وعرف كيف يوزع إمكانياته وجهده، وكذلك ما يكشفش كل الإمكانيات نتاعه. ويفوز علالو ويمر الى الدور القادم. هنيئا اذا لمحمد علالو بهذا الفوز.